اولا هذا المنتدى الوطني المنتخبين ديال التجمع الوطني الاحرار كان هدفه الاساسي هو تجميع وحوصله الخلاصات والاقتراحات والنتائج التي آلت إليها المؤتمرات الجهوية ديال المنتخبين ديالنا على امتداد السنة الماضية، وخلاصة الأوراش والنقاشات. إذن نحن سعداء أنه اليوم تمت بلورة هذه الحصيلة في وثيقة مهمة. هذه الوثيقة ستتم مدارستها مع أحزاب الأغلبية، مع أحزاب المعارضة، مع كل فعاليات المدنية المعنية، وأيضا مع وزارة الداخلية بهدف الارتقاء بأداء الجماعة الترابية والغرف المهنية لتتمكن من أداء مسؤولياتها بما يخدم المواطن والتنمية المحلية والجهوية. كانت أيضا هذا اللقاء نظرا لتزامنه كما تفضلتم مع تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لمنتصف الولاية، كانت فرصة لتقييم هذه الحصيلة وللتعبير عن اعتزازنا وافتخارنا وتثميننا لكل المنجزات الحكومية، والتي حقيقة وبكل موضوعية ونزاهة علمية حصيلة إيجابية وإيجابية جدا على الصعيد الحقوقي، على الصعيد الديمقراطي، وعلى كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية. هذا التعبير على هذه الإيجابية ليس موقفا سياسيا أو شعارا مناسبتيا، حقيقة بكل نزاهة وبكل موضوعية. اللي تنستعرض ما تم إنجازه فهو كثير وكثير جدا. يعني مثلا على الصعيد الحقوقي، من يمكنه أن يتصور أن المغرب يمكن أن ينتخب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة لولا المصداقية وجدية المنجزات الحقوقية في بلادنا؟ لأن يعني أحيانا احنا في واحد المسار لبناء تجربه ديمقراطيه مميزه ان شاء الله، وديمقراطيه تحتاج الى الاغلبيه الحكوميه وتحتاج الى المعارضه التي لا مهمه موضوع المعارضه. اذا الحكومه تعمل تنتج وعلى الميدان وعلى الواقع، والمواطنين والمواطنات يرون ذلك في الدعم الاجتماعي المباشر، وعائلات وأسر كثيرة أن تتلقى الدعم المباشر في إصلاح التعليم، في إصلاح الصحة العمومية، في التغطية الاجتماعية وفي كل المبادرات. المعارضة أو بعض أحزاب المعارضة للأسف الشديد يعني عوض أن تنكب على ذاتها وأن ترسخ تنظيمات هيكلية في الفروع، في الأقاليم، في الجهات للتواصل مع المواطنين، عوض الاجتهاد لبناء استراتيجيات واقتراحات ربما بديلة لعمل الحكومة، البعض منها يعيش حالة ارتباك ويختصر العمل السياسي في بعث رسائل للتشويش على كثير من المجتمعات. إذا نحن نريد إعادة الثقة بين العمل السياسي بصفة عامة والمواطن، أن يقوم هذا العمل على الصدق، أن يقوم على مقاربة واقعية، و أن يخضع للمسألة الشعبية. إذا ملي كنظموا واحد العمليات ديال الاقتراع تنتج أغلبية تنتج معارضة، وخصو يكون التداول. للأسف الشديد اليوم للحكومة والأغلبية تتقدم تراكم المنجزات في كل القطاعات، للأسف يحز في أنفسنا أنه بعض أطراف المعارضة يعني غارقة في ارتباكات يعينها المواطن بشكل يومي. احنا نأمل لأن المعارضة مهمة وعند أدوار دستورية أن يرتقي النقاش السياسي في بلادنا ليكون نقاشا وتنافسا بين أفكار، بين إنجازات، بين مقترحات هدفها الارتقاء بالتنمية، هدفها خدمة المواطن. احنا الهدف اليوم مش هو الفوز بالانتخابات او الحصول على مناصب اذا لم يكن هذا يؤدي الى تحسين اوضاع الناس.
إذا حصلت الحكومة في الدعم الاجتماعي المباشر في التغطية الصحية في إصلاح التعليمية وقائع يومية إما موجودة أو ما موجودش. إذا المواطن المغربي هي المسؤول أنها موجودة في نتائج الحوار الاجتماعي، الموظف في كل القطاعات هي المسؤول نتائجها. فإذا نطمح إن شاء الله أن النقاش العمومي يستعيد مصداقيته، يستعيد ما يغري المواطن بمتابعة السياسة.